كل بيت وفي شخص اللي دايما مقتنع ان الكنبه مكانها غلط، او ان المكتبه لو بقت بالعرض هتبقى احسن، وان الاضاءه الصفراء احسن من البيضه، والمطبخ المطبخ محتاج سفره صغيره، والستاير مكلكعه وبيفضل نرميها. الشخص ده لو زرت اوضته مرتين كل اسبوع هتلاقي في كل مره اوضته بشكل مختلف. النهارده هنحكي لكم عن حدوته الشخص ده، هنحكي لكم عن المصمم. كل مجال عمل وليه مساحة لسرد قصة. ما نعرفش مين قال كده، بس نعرف شارلوت موس اللي قالت ان الغرفة الفارغة هي قصة لسه ما اتكتبتش، وانت بتكون المؤلف. شارلوت موس بعد 35 سنة من خبرتها في مجال التصميم الداخلي وتدريسها في واحدة من اكبر الجامعات في العالم اللي هي جامعة فرجينيا، اثبتت ان لكل عنصر في كل غرفة بيحكي قصة، والنهاردة هنقولك ازاي. اهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج اعرف تخصصك، هنتكلم فيها عن التصميم الداخلي وعن كل حاجة متعلقة به. كطفل مصري حائز على لقب أذكى طفل في العالم ووريث لحضارة 7000 سنة، شفت الفرق ما بين الأهرامات والمعابد والمسلات، وعرفت إن الشكل وتركيب العناصر في أي بناء بيساعد على توصيل رسالة البناء ده. وجود مبدأ الاختلاف بشكل عام هو اللي دفع الشركات والمؤسسات الهندسية الكبرى في منتصف القرن 19 والعشرين تحديدا إلى الاهتمام بتحقيق الانسجام ما بين عناصر المبنى، وده هيكون عن طريق تخصص بيجمع ما بين الفن والهندسة والعمارة. وعشان الشركات طلبت متخصصين، بدأت الجامعات بتأسيس قسم لتدريس التصميم الداخلي. بس يا ترى هنتعلم في ايه بالظبط؟ نقوم نعمل كوباية شاي ونيجي عشان الكلام اللي جاي كبير قوي. هتتعلم ازاي تقسم مساحة اي مبنى، شركة او عقار او بيت او حتى مزرعة، للشكل الامثل. الحيطة دي تتهد طالما مش اساسية في هيكل البناء. الحيطة دي تتبني بزاوية 45 درجة. عرفت ازاي؟ ده علشان درست تصميم ورسم معماري. خلصت من الحيطة، ندخل في المواد. هتتخرج وانت عندك معرفة كاملة بكل انواع مواد البناء، سواء الطبيعية او المصنعة، منها الخشب، الازاز، البلاستيك، الفيل وغيرهم من المواد، وطريقة الاستخدام الامثل لكل مادة فيهم. بالإضافة للإضاءة هتتعلم كل أنواع الإضاءة وكيفية استخدامها. ومن أهم الحاجات اللي هتدرسها هو التدريب على استخدام البرامج المختلفة للمصممين. من أشهر البرامج دي هو برنامج 3D Max اللي تقريباً كل المكاتب والشركات بتطلب من الخريجين يكونوا بيعرفوا ويشتغلوا عليه. طيب، عرفنا هتدرس إيه وهتتخرج عارف إيه، نيجي بقى لأهم حاجة وهي الفلوس. متوسط دخل المصممين الداخلين لحديث التخرج بيتراوح ما بين 30 ل 45 ألف دولار سنويا، وده طبقا لموقع بيزنس تو كوميونيتي. وفرص عملك متوفره بتوفر البيوت ايا كانت بلدك ايه، هتلاقي فيه قرى سياحيه، مدن جديده، مطاعم، مولات، وكلهم عايزين اللي يحكي حكايته. ولو عجبك حكايه المصمم وعايز تعرف افضل الجامعات المتاح فيها التصميم الداخلي، ممكن تعرفها عن طريق زياره موقعنا okaytamam.com.